بندر الميمونة يا شهر انتصار. في مثل هذا اليوم من خريف عام 1967 غادر آخر جندي بريطاني مدينة عدن بعد ثورة خاضها اليمنيون في المحافظات الجنوبية والشرقية استمرت 4 أعوام سقط خلالها الآلاف بين شهيد وجريح. خاض اليمنيون طيلة 4 أعوام ثورة امتدت من 14 أكتوبر من عام 1963 وحتى 30 نوفمبر من عام 1967، ثورة شهدتها معظم السلطنات والمشيخات البالغ عددها 21، هي تلك التي كانت تخضع للحماية البريطانية آنذاك في معركة قدموا فيها خيرة أبنائهم من أجل الحرية والاستقلال. فديتك أيام حمل السلاح، فديتك أيام حمل السلاح، وسار الفداء على مبداي. أراد اليمنيون استعادة دولتهم بعد 129 عاما من الاحتلال، لكن ذلك لم يكن ليتحقق لولا التضحيات التي أهدتهم فيما بعد استقلالا ناجزا وهوية يمنية لا تتجزأ. بجلاء آخر جندي بريطاني حقق اليمنيون وحدة كل أجزاء الوطن لأول مرة منذ الاحتلال البريطاني الذي حكم تحت شعار فرق تسد، وتم إعلان أول كيان سياسي تحت مسمى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. تأتي ذكرى الاستقلال اليوم واليمن يواجه محاولات لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء من خلال إعادة تقسيمه إلى أجزاء والنيل من أمنه واستقراره.